جاية لا تجيني شي طار راح شرك يبان المغربي. مشاهدينا الكرام في كل مكان نحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج أخبار الناس، حيث يروي الناس للناس قصص الناس لأخذ الدروس والعبر. أخبار الناس اليوم خبر حزين، وفي المضمون مؤسسة تعليمية تعنى بفئة اجتماعية تنتمي لنا وننتمي لها تغلق أبوابها بفعل فاعل. الحديث هنا عن مؤسسة منى للصم التي دخل موظفوها في إضراب عن العمل بسبب مستحقات مالية غائبة منذ شهر أبريل عام 2018. وفي أخبار الناس أيضا يواصل المشاكس يسري المراكشي تجسيد عدد من الظواهر الاجتماعية عبر الفقرة اليومية الرسالة. دابا نجي عندك دابا وي خويا سلام صباح كيفاش شي مشكلة صاحبي؟ ومن الرسالة إلى فقرة مع عصام، حيث سيحضر معنا مراسل البرنامج الزميل عصام العباري، وهذه المرة من مدينة سلا، والتفاصيل ستكون بالتأكيد معك عصام. أهلا بك. أهلا وسهلا بك نوفل وبالمشاهدين الكرام في فقرة مع عصام. اليوم كنت واجدوا في القرية الصناع التقليديين بمنطقة الولجة بمدينة سلا. هذه المنطقة هذه اللي كتعرف تواجد مجموعة من الحرفيين والصناع المهرة والمعلمين، واللي مازال كيقاوموا من أجل المنافسة الشرسة ديال المنتجات المستوردة. اليوم احنا نحاول نقوم بواحد الجولة باش نتعرفوا على أخبارهم ونعرفوا شنو هي بعض الصعوبات اللي كتواجه هذه الصناعات التقليدية. بقوا معنا. شكرا لك عصام، سنعود إليك بالتأكيد في الجزء الثاني من أخبار الناس. إذن مشاهدينا هذه أبرز عناوين حلقة اليوم، ولكن قبل أن أدخل في تفاصيلها أرحب باسمكم بضيوفي الكرام هنا في الاستوديو. أبدأ معك كمال مجول إداري ومدير إداري وتربوي في مؤسسة منى للصم، أهلا ومرحبا بك. طيب كيفك، شكرا على الاستضافة. ترحيب موصول أيضا في بالسيد يوسف محينات، وأنت أب لتلميذ في مؤسسة منى للصم، أب لتلميذ أنس، أهلا ومرحبا. شكرا بارك الله فيك. أهلا بكم، وسنعود إليكم لفتح باب النقاش حول موضوع هذه المؤسسة، ولكن قبل ذلك نذهب لفقرة قضايا الناس. قرر أطر مؤسسة منى للصم في مدينة الدار البيضاء التوقف عن العمل بسبب تأخر إدارة المؤسسة في دفع مستحقاتهم المالية، ما تسبب بصدمة لطلبة هذه المؤسسة وأيضا لأولياء الأمور. هذا القرار أرجعه مدير المؤسسة المدير الإداري طبعا كمال مجول للوضعية المادية الكارثية التي تعيش على وقعها هذه المؤسسة، خاصة بعد تراجع وزارة الأسرة والتضامن عن تقديم الدعم بناء على اتفاقية شراكة تم توقيعها مع مؤسسة منى التي تعتبر الوحيدة في جهة الدار البيضاء. مزيد من التفاصيل مشاهدينا نتابعها في روبورتاج لطاقم أخبار الناس سعيد كان ويونس الميسوري. انطلق الموسم الدراسي لكن المقاعد هنا شاغرة. نحن في قلب مدرسة الصم والبكم بالدار البيضاء، مؤسسة تراكم تجربة 43 سنة تجد نفسها اليوم في مواجهة المجهول بعد تأخر الدعم عنها وتعذر أداء أجور العاملين فيها. الإدارة تقول أنها رسلت الجهات المسؤولة ولكنها وجهت بالصمت. المدير المؤسسة ورئيس لجنة التدبير حل مجموعة من المراسلات على القطاعات المعنية بما فيهم وزارة التضامن ومديرية التعاون الوطني كيخبر بالوضعية الصعبة. للأسف أن هناك عديد من المراسلات مؤشر عليها من كتابة الضبط لم تتلقى أي جواب. بغينا نفهموا هاد الناس الإداريين واش القانون الإداري ما كيجبرش هاد الإدارات باش يوجهوا مراسلات جوابية. تأخر صرف مبالغ الدعم انطلق منذ سنة 2014، غير أنه في هذه السنة زاد عن حده ما جعل العاملين والعاملات في المدرسة يتوقفون عن اشتغال احتجاجا على الوضع. الأجور ما تنتقادوش في الوقت ديالها، وهذا ماشي مشكل جديد، راه مطروح تقريبا من سنة 2014، غير هو كان واحد التأخير، يعني ما تنتخلصوش في أول شهر، تتمشي شهرين هذه وتصابرين، ولكن هاد السنة هذه يعني من أبريل حتى لدابا وحنايا باقيين ما تخلصناش. المشكل الثاني هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعني واخا كنأديو سميتو ما كنتعوضش على الأمراض،
يعني ما الصندوق ما واخدش المصاريف ديالو وداك الشيء. حنا ما عندناش قانون كينظمنا، الا كنا حنا كانت نعتبروا عاملين اجتماعيين خاص يكون قانون ينظمنا، والا كنا في التربيه الخاصه خاص يكون قانون، حنا للاسف ما عندناش. داخل المدرسه صادفنا حارسا عاما هو احد خريجي المؤسسه، شاهد على تاريخها، يتحدث بلغه الاشاره عن تخوفه من ضياع فئه الصم والبكم ان تم حرمانهم من التمدرس. دابا حاليا المعلمات توقفوا على العمل لانهم كيعانيوا مشاكل حشومه ان هذا الوضع يوقع بحال هكا. قال لك في المغرب كيعانيوا الصم والبكم بزاف ديال المشاكل، من جملتها انه التعليم ديال محدود في السادس ابتدائي. قال لك القانون كيعطيهم حق بحال بحال، لانهم هما بحالهم بحال الاطفال الاسوياء. بعض الاباء عانوا من المصاريف المتعلقه بالتنقل والاكل، خصوصا مع بعد المدرسة وطول الطريق. اليوم يجدون أنفسهم في مواجهة وضع جديد يضع مستقبل أطفالهم في سبيل مجهول. قالوا نحن أولادكم تنسوا الوضعية ديال الأساتذة، عاش ديك الساعة نشوفوا واش غادي نديروا معاكم. وليدات نحن بقاو ضايعين، دابا الناس دخلوا قراو، وليداتهم دخلوا قراو، راه دابا جوج سيمانات هذه باش يقراو، وحنا ولادنا ضايعين. أنا ولدي بعدا يوميا قسما بالله يوميا تيبدا يبكي. ولدي باغي يقرا، ولدي باغي يقرا، وكيصبح يقول لي على الصباح بغيت نمشي نقرا وما لقيتش باش نجيبو نقري. حنا تنطلبوا الدوله تدعم هاد الناس بالنقل، او تدعمهم بالدعم المباشر والدعم الصحيح، ما تكونش داك الدعم اللي ما كيدوش فوق ديالو. دابا راه الجمعيه المكتب راه كيتشكاو ما تتصوش بالدعم ديال 2016 2017 هو اللي شكل المشكل، وحنا في 2018 2019. عمل فاق لأربعين سنة لم يشفع لجمعية منى في أن تنال حقها من الرعاية والاهتمام، وبالتالي تم ظلم فئة من أبناء المغاربة وحرمانهم من حق أساسي يتجلى في التعليم. كما قال سعيد، كان حق أساسي وحق دستوري. أعود إليك يعني سي كمال مجول، وأنت مدير إداري وتربوي في مؤسسة منى للصم، مؤسسة كما استمعنا في التقرير أيضا يعني لديها أربعة عقود ونيف، عمر طويل جدا. شاهدنا أيضا أن هناك من بين من تخرجوا من المؤسسة من يعملون منها على يعملون فيها على غرار الحرس العام. فكيف وصلتم لهذه الوضعية، وهل بالفعل تلك التبعات للتأخر في التوصل ببعض الأموال الخاصة بالدعم منذ سنة 2014 شكلت تراكمات جعلتكم تصلون للباب المسدود؟ بالفعل سينوفل في البدايه باسمي الاباء والاولياء التلاميذ ديال المؤسسه من الاطفال الصم، باسم اعضاء المكتب المسير للجمعيه، وكذلك باسم التلاميذ ديال المؤسسه واطرها، كنتقدموا بعدا بالشكر الجزيل لقناه ميدي ان تي في على هذه الاستضافه لتعريه الواقع المرير ديال المؤسسه اللي كتعيش حاليا وضعيه صعبه. هذا واجب. بالفعل المشكل اللي كتعيشه مؤسسة من الأطفال الصم حاليا هو ناتج على واحد تراكمات منذ سنة 2014، وخصوصا عند الظهور ما يسمى بصندوق دعم التمازج الاجتماعي، لأن هذا المشكل ما كانش مطروح. فجاء صندوق دعم التمازج الاجتماعي خرج بواحد دفتر لتحملات فيه واحد مجموعة من الإجراءات اللي لزم هذه المؤسسة. هذا التمازج الاجتماعي مديرية التعاون الوطني تابع ليها؟ هو في الحقيقة هو صندوق دعم التمازج الاجتماعي القطاع الحكومي اللي كيشرف عليه هو وزارة التضامن، ولكن وزارة التضامن هي فوضات للتعاون الوطني، هو اللي يقوم بالتدبير ديال هذا الملف في إطار واحد البرنامج. هما بعض البرامج، ولكن البرنامج الأساسي بالنسبة لنا احنا هو برنامج تحسين تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. ظهر في 2015. أي أنه يشمل الآن طلبة مؤسسة منى. من بينهم مؤسسة منى الأطفال الصم. هذا المشروع كان في الأول العائق ديالو هو أن تم الإعداد ديال دفتر التحملات بدون مراعاة ما يسمى بمقاربة تشاركية بين القطاع الحكومي مع جمعية المجتمع المدني. كان فيه نوع من لو بغيتي تقول أن الانفرادية ديال الوزارة أنها خذت المبادرة من عندها وفرضت واحد المجموعة من الإجراءات اللي ما شاركتوش أنتم كمؤسسة الجمعية في صياغة هذا الدفتر التحملات وأنتم لم نشارك في الصياغة. كان لقاء تواصلي نظمته الوزارة على هامش هذاك إعداد ذاك الدفتر التحملات، وكنا أول متدخل اللي تدخل في ذاك اللقاء الوزاري وعاتب على هذه المسألة، لماذا لم يتم إشراك المجتمع المدني في اتخاذها في استشارته في هذا المجال، طبقا لما ينص عليه الدستور أن إعداد السياسة العمومية تتطلب المشاركة السياسية المشاركة ديال المجتمع المدني. نعم. في اتخاذ القرار. للأسف تفرض علينا ذاك دفتر التحملات وخلق لنا عائق كبير
فيه ما يسمى ما إكراهات تواجهها الآباء والأولياء في عدد الملفات، لأن باش يستفد الأب خصو توا واحد مجموعة من الوثائق تثبت بأن الطفل معاق، بأنه ما فحالوش في كيسكون. بالإضافة أن هذا دفتر التحملات كيجبر هذه المؤسسات توضع واحد ما يسمى مشروع الفردي ديال كل تلميذ. احنا هنا كنسائلوا، ساعود لتفاصيل هذا دفتر التحملات والذي بناء عليه حسب ما فهمت من كلامك تم تأخير ربما الدعم المادي ما جعلكم تصلون لهذه الوضعية. ولكن قبل ذلك الآن يعني كما تفضل السي كمال السي يوسف، يعني هناك شئنا ما بين هناك واقع معاش، ألا وهو أنه التلاميذ جالسين في ديورهم. شاهدنا الأمهات في الروبورتاج، الآباء اللي كيبكي كيبكي، وهناك ضبابية فيما يخص المستقبل، لأنه أنتم صح ولي أمر أنس مثلا ولدك اللي تما هو كاين، أيضا هناك موظفون ومستخدمون اللي عنده كريدي الدار، اللي عنده مصروفه اليومي، اللي عنده. أنت كيفاش كتشوف تشخيص هذا المشكل هذا، وخاصة أنه الوقت كيدوس؟ أول حاجة نشكرك خويا على هذه الاستفادة اللي استضفتيني وميديا. مرحبا. بالنسبة لهاد الحالة اللي تنشوف أنا ديال الناس ديال التعليم ديال الصم والبكم اللي تيسهروا على الأبناء ديالنا بأن محرومين من بزاف ديال الأمور، يعني في الحق ديالهم. أنا تنهضر باسم جميع الآباء ديال المغرب اللي عنده الصم والبكم، لأن واحد المعاناة تنعانيو منها سبحان الله مني تيتزاد وما عارفينش المسار ديالو من هنا لقدام، بالنسبه للزواج، بالنسبه للدراسه. نتكلم لك على الدراسه، اول باب لقينا بان هذه المؤسسه ديال منى للصم والبكم هي الوحيده اللي كاينه في الدار البيضاء، وهذه المؤسسه تتجمع تقريبا واحد 16 عماله، يعني كازا مجموعة الدار البيضاء الكبرى كازا مجموعه في هذه المؤسسه الصغيره. الو ملي جينا حنا باش نسجلوا الوليدات تتفاجئوا بان هاد الناس هادو دايرين الاضراب. علاش؟ بان هاد الناس ما تيتقاضاوش الاجور ديالهم. دابا السؤال اللي تنطرح انا، مني هاد المؤسسه غتسد، ولدي انا فين غيمشي؟ ولاد هاد الصم هادو فين غيمشيو؟ اشنو المسار ديالهم؟ اشنو هو المستقبل ديالهم في هاد الحياه هادو؟ اشنو هي؟ انا تنهضر باسم الاباء كاملين، ما تنهضرش على ولدي، انا ما تنستنى حتى شي واحد. كل أب ولا كل أم عندها طفل معاق أو صم أو عنده حق في التمدرس. إلا تقصى لي ولدي أنا، إلا تقصى لي من الحق اللي واجب من وزير التعليم يعطيه ليه هو التمدرس. أنا ما تنطلب حتى شي حاجة، ما تنطالب حتى شي حاجة. سيدنا الله ينصرو أعطى التعليمات ديالو، ولكن الناس اللي كاينين ويديروا خدمتهم. أنا ما تنطالبهم حتى شي حاجة، تنطالبهم بالتمدرس. هاد المؤسسة إلا سدات، هاد الناس هادو اللي تيوعيو الوليدات الصم والبكم، يعني هادي راهم دراسة، يعني كاين آفاق بعد. هاد الولد هذا اللي ما تيسمعش، باش أنا غادي أنا أصلا أنا أب، وجميع الآباء خصهم فورماسيون. صحيح. خاصهم أول شيء هما فورماسيون باش يتعاملوا مع هاد الوليدات. حنا كافحنا وتعافرنا باش نوصلوا وليداتنا. دابا كاين مشكل ديال التمدرس، كاين مشكل آخر اللي كبير. أستاذ نوفل، واش عمر شي واحد ميت تيعاود يحيا؟ مستحيل. أنا ولدي من نهار تزاد هو صم، كل عام وزارة الطلب ملف شهادة ملف، جيب هاد الملف هذا، خصك تجيب لي منه ميزان ديال السمع بأن راه ما تيسمعش. وراه كل عام تنجيب لك أنا ملف، كل عام تنجيب لك ملف، علاش ما ديرش لي واحد البطاقة لجميع الصم اللي كاينين في المغرب؟ جميع الاطفال اللي هما اصم يدار لهم واحد البطاقه. انت رجعتي بيا لنفس المعضله والمشكله اللي قال فيها السي كمال التي تتعلق بدفتر التحملات الذي تم اقراره ربما، واليوم بناء على هذا الدفتر، طيب ما كانش عندكم انتم معارضه نوعا ما لبعض في بنوده وتفاصيله؟ وكم من دفتر تحملات اقر هنا وتم تغيير فيه الكثير من الاشياء بالتشاور اكيد مع مؤسسات المجتمع المدني او حتى المعنيين بالامر فيما يخص بنود هذا الدفتر الجديد. اليوم اوصلكم الى مرحله اللي هي مرحله اللا عوده ربما. معقول؟ امام ابواب مسدوده وامام موظفين يعني اشهر مرت ما عندهمش رواتبهم.
كيف تتعاملون مع هذه الوضعية؟ كيف ما شرتي لهذا الموضوع ديال دفتر التحملات اللي أظن أن جميع الجمعيات كيشاطروني رأي بأنه كان جد معقد ويتنافى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تبسيط مساطر الاستفادة. هادو أطفال في وضعية إعاقة عندهم حق دستوري باش يستافدوا من التمدرس والدولة تكفل بجميع المصاريف كالأسوياء تماما كمال لن يستثنيهم القانون. بالنسبة لنا احنا الإشكال اللي كان هو أننا نبهنا الوزارة في بعدة مراسلات بأن هذا إجحاف حق الوليدات وهاد الوثائق اللي كتطلبوا هاد الإكراهات اللي كتعرضوا ليها الآباء والأولياء راه كينعكس عليهم. بالإضافة أن احنا نقسم لك بالله يتولوا مؤسسة الرعاية الاجتماعية عبارة عن سكرتارية ديال المصالح الخارجية للدولة ولينا خدمتنا كلها مشات غير في إعداد ملفات ووثائق. والغريب في الأمر هاد المعضلة هاد الملف ديال دفتر التحملات اللي إلى إمبوزي أنا كنقولها تفض ما عندناش حق أننا طالبنا بالتعديل ديالو غير مؤخرا آخر ديال 2018 تم إلغاء الشهادة الإدارية. قال لك لا اللي ما عندوش رميد ما يستافدش. حتى الوزارة من بعد صدرات واحد بيان صحفي وقالت لا غادي نطلبوا غادي نعتمدوا شهادة إدارية ولكن من بعد ما يدار واحد بحث اجتماعي على الأسرة. ما فهمتش أنا علاش هذا التمييز على أساس الإعاقة. واخا يكون با مستخدم ولا موظف علاش تقول ما لا ما يستافدش من الدعم التماسك الاجتماعي؟ حنا كندويو دابا على التربيه والتعليم هو حق دستوري. دونك هذا المشكل هذا جعل الجمعيات كتواجه واحد المعضله في اعداد ذاك الملفات. لان هذه الملفات الا ما توضعوش في واحد الوقت ما غاديش تاخذش الدعم. ربما هذا عطل عليكم الدعم في احد السنوات التاخر في تاريخ تقديم الملفات الخاصه بالمستفيدين من المؤسسه. نعم هذا هو المشكل اللي كنعيشوا حاليا النتيجه ديالها التاخر ديال الدعم مدى جيل 2017 علما ان سنه 2017 السنه المدنيه. لا هذه الدفاتر هذه الملفات المتعلقه بجميع المستفيدين من مؤسسه منى ما قدمتوهاش في تاريخ في سنه 2016 وقع لنا اشكال. أنا وضعنا الملف متأخر وضعت لنا الملحة ديال 2016 83 مليون وكانت هي الطمة الكبرى اللي خلقت هذا الإفلاس داخل المؤسسة. هذا اللي السبب ماذا؟ هل يعقل أن يتم نشر إعلان ديال طلب المشاريع في شهر 8 في شهر غشت أو في شهر 7 في الوقت ديال العطلة المدرسية؟ إذا بغيتي تصوب ملفات الطبية للوليدات خصك الوليدات يكونوا يشوفوا من الطبيب. دونك راه لا يعقل راه إلا رجعتوا للتوالي شكون اللي نشر هذا؟ الوزارة المعنية وزارة التضامن وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية هي اللي كتنشر الإعلان. طيب هي ومؤسسة التعاون الوطني. ما طلبتوش لقاء مسؤولين سواء مؤسسة التعاون الوطني أو حتى الوزارة الوصية؟ لا ماشي كتاب ماشي فقط بلاغات أو مراسلات. مراسلات رسمية. لقاء رسمي أنتم تتحدثون عن كما قال السي يوسف جهات الدار البيضاء وما أدراك ما جهة الدار البيضاء استات. فبالتالي أنت كتتحدث عن عدد كبير جدا من المستفيدين وأنت الوحيد. يعني أنت من حقك تراسل الوزارة والوزارة تخصص وقت إنها تتلاقى المسؤولين الإداريين والمسيرين لهذه المؤسسة لأنه كنظن أنه نتحدث عن رقعة جغرافية عن تكتل بشري ضخم جدا ونتحدث أيضا عن فئة لا يمكن حرمانها من حق دستوري. هذا ما تفضلت به ولا لا؟ معقول. فهذا الصدد بغيت نذكرك السي نوفل أن الجمعية المغربية لأطفال الصم تشتغل بطريقة احترافية. احنا ملي تنبهنا لهذا المشكل ديال هذا الملف ديال الدعم التماسك الاجتماعي وما يمكن ان يسببه من مشاكل المؤسسه وباقي المؤسسات العامله في مجال الاعاقه كاين هناك قانون 14.5 الماده 17 منه كتقول بان على المدير ورئيس لجنه التدبير الاخبار بالوضعيه الصعبه. وجهنا مجموعه من المراسلات لاربعه الجهات خصوصا وزاره التضامن ومؤسسه التعاون الوطني. وجهنا لهم رسالة قلنا لهم الوضعيه الصعبه طلبنا طلب موعد مع السيدة الوزيرة لم نتلقى أي جواب. وعندنا المراسلات ديالنا فيها التأشيرة ديال كتابة الضبط لم نتوصل أي تاريخ جواب. السنة الماضية طلبنا الموعد ما استقبلوناش. السيد الرئيس مباشرة كيتصل بمدير التعاون الوطني وطلبنا موعد مع مدير التعاون الوطني مرتين السابق ما تمش استقبال الجمعية. ونبهنا لهاد الخطورة عندنا مراسلات من 18 دو جنبير 2017 وحنا كنخبروا بالوضعية الصعبة. مادام القانون ينص على ان على الجمعيه ان تخبر بالوضعيه الصعبه علاش ما كانش التفاعل مع هذه المراسلات؟ واش القانون الاداري لا يلزم المؤسسات العموميه والقطاع الحكوميه ان ترد بجواب على الاقل رسمي؟ على الاقل ان يكون هناك رد رسمي على تلك المطالبات. هذا هو ما طالبنا به. واخا هما الان اكيد يستمعون سواء مدير التعاون الوطني او حتى وزاره الاسره والتضامن يستمعون يتابعون. وليش كنقول هذه الهضره؟ علاش؟ حيت خص حلول عاجلة حيت انت ربما مسائل إدارية مع الوزارة الوصية ربما يكون هناك نقاشات. أنا أنجيك يكون نقاشات للحل مستقبلا هذا ما نطمح إليه إن شاء الله. ولكن الحلول الفورية تتعلق بتلاميذ بأولياء أمور بموظفين يعانون الأمرين. نتحدث عن ثلاث فئات
اجتماعيها. مجد تفضل. بالنسبة للتعليم الصم حد دوم السادس، شنو هو المسار ديال ولدي ووليدات هاد الناس من بعد فين غيوصلوا؟ هذه هي معضلة غنناقشوها، ولكن قبل ذلك أريد أن أتحدث عن أنس، عن رفاق أنس، عن أصدقاء أنس في مؤسسة منى. أكيد أنتم طلع على وضعية أولياء الأمور الآخرين وكيفاش كيتعاملوا مع أولادهم. شفنا ست تقول أنا ولدي كيبكي بغي يمشي يقرأ. تخيلوا الآن استراتيجيات وطنية توضع لمحاربة الأمية، لمحاربة الهدر المدرسي، ونحن لدينا تلاميذ يريدون أن يتعلموا ولكننا نرفضهم لأسباب مالية أو لميزانيات لا تعول. يعني أنا السي كمال نحترم المبلغ اللي تحدثت عنه، وكرا مشي مبلغ ضخم، مشي مبلغ يقسم ظهر حكومة مثلا من أجل تمويل مؤسسة تعليمية تعنى بفئة مجتمعية شئنا ما بين أولادنا، يعني ملزومين علينا ولا لا؟ أنا متفق معك في هذا الكلام. هذا إذا كانت ما غنسميش، إذا كانوا الناس مسؤولين على الوليدات ديال المغاربة باش، لأن كما قلتي بأن الأمية ما بقاش خصها تكون في المغرب. أنا ولدي صم وباغي يقرأ، إلا ما كانوش لا كنحاربوها سيوس، راه استراتيجيات ومبادرات. وانت أنس باغي يقرا ما قادرش يمشي. إلا كانوا هاد الناس المسؤولين ما قادرينش يتفاهموا مع هاد الناس هادو ديال الجمعيات وديال مؤسسات الصم، منى الصم والبكم، يديروا لنا ملحقات قدام بيوتنا. كاينين المدارس ولكن يجيبوا لنا أطور اللي عندها يعني كفاءة في الترجمة الإشارة. لأن أنا وليت تلقى مشكل دابا أنا مع ولدي، عرفتي فاش؟ في التلفازة باغي تفسر ليه، ملي تنكون تنتفرج معاه مثلا في شي فيلم ولا في شي مسلسل تيقول لي أشنو تيقولوا. هذا راه مشكل كبير. مؤسسة وحدة اللي كاينة في الدار البيضاء وما قدرتوش تقوموها. أستاذ الخبراء، عندكم تكوين لأولياء الأمور على الأقل تكون يعني؟ هو كاين مشروع من طرف الجمعية المغربية من أجل تكوين الآباء والأولياء في 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 لغة الإشارة الأساسية. نعم. حتى يمكن أن يتواصلوا مع أبنائهم، لكن الإكراهات المادية والصعوبة ديال التمويل كتجعل الجمعية صعيب باش تحقق هذا المبتغى اللي هو كيبقى مطلب أساسي ورسمي. باش حيت المشكل العويص هو ان الوقع ديال الاعاقه على الاباء والاولياء هو ان ملي كيكون الاب ما والام ما كتستطعش تفهم ولدها. هذا مشكل، وهذا الشيء راه كيتطلب حتى البرنامج الحكومي يفكر في هذه المساله. انتم ما عندكم هذه الاشكاليه؟ لا انا الحمد لله ما عنديش هذا المشكل. كاين الوالده ديالو؟ مع امه. علاش؟ لان كانوا عندي اصدقاء انا في الصم والبكم. الاباء والاولياء كيحسوا بواحد الاحباط كبير ملي ما كيفهموش الابناء ديالهم، خصوصا في السن المبكر. هذه كتدفع اننا نفكروا في واحد الاستراتيجيه ديال ان ندعموا المؤسسات العامله في مجال الاعاقه السمعيه باش تخلق هذه التكوينات الاباء، علما ان تادو غد اشاره فيها اشكال لان ما موحدش على الصعيد الوطني. كيف يعقل انك تدير برنامج التكوين في هذا المجال؟ انا بغيت نرجع لواحد النقطه سينوف الا كان ممكن بخصوص التمدرس ديال الفئه الاطفال. حنا منذ سنوات في جميع التقارير الادبيه ديال الجمعيه كنا كننبهوا لواحد المساله، ان التربيه والتعليم ليست من اختصاص وزاره التضامن، هي من اختصاص وزاره التربيه الوطنيه. وزاره التضامن ما فهمتش انا علاش دخلت في هذه المسائل ديال التربيه والتعليم ديال الفئات المعاقين. ربما من جانب وزاره الاسره والتضامن انه هذه الامور خلقنا يعني اشكال كتمس الاسره المغربيه والفئه التي تعاني من مساله يعني الصم أو حتى الإعاقات. قد تكون يعني لست الأغلبية ولكنها يعني مش القاعدة، يعني ما كاينش عدد كبير جدا، وبالتالي ربما تم إسناد هذه الأمور. لا أنا غير كنجي دابا على المستوى الدستوري والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. أنا اللي كنقترحه واقترحنا كتوصية تكون اتفاقية ثنائية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن. الوزارة التضامن تكلف بالشق الاجتماعي الدعم المالي من ناحية الفقر. بصي كمال اسمح لي غنمشي الفاصل، وانت راه ما استفدتي لا من هذه لا من هذه. مشاهدينا الكرام نذهب لفاصل قصير ثم نعود. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامجكم اخبار الناس على شاشة ميديا ان تي في، وكما عودناكم البداية ستكون بفقرة منصات. وفي منصات أكيد نرحب بالزميلة كوثر حمومي التي ستقدم لنا إطلال على منصات التواصل الاجتماعي. وأعرف كوثر أنك كنت تعانين حين بحثت عن هذا الموضوع، لأنه للأسف يعني ندرة الكتابات وإن كان هناك انتشار على مستوى يعني الإعلام الرقمي
لأنه على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي كانت منعدمة تقريبا المادة، على الرغم نوفل كما قلت من أن يعني خبر إغلاق المؤسسة الوحيدة المهتمة بفئة الصم والبكم على مستوى جهة مدينة الدار البيضاء يعني اعتبر من طرف كثيرين انتكاسة وخطوة للوراء في مجال إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المنظومة التعليمية، إلا أن الخبر لم يتم يعني تناوله بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي ولا على المواقع الإلكترونية. ومن المواقع الإلكترونية لذلك نفتح قوس ربما أن تكون هذه الحلقة ربما للسادة المشاهدين، يعني تبارك الله كي بارتاجيو أخبار الفنانة وأخبار الرياضيين وأخبار كذا، وهذه فئة مجتمعية منا ومنهم حنايا وتستحق الاهتمام والرعاية، وديروا حملة على الفيسبوك اللي مسؤول يتحمل مسؤوليته. هذه دعوة صريحة من نوفل إذن لتناول الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي. قلت نوفل من المواقع القليلة التي تناولت الموضوع موقع هبة بريس الذي أورد مقاله تحت عنوان بسبب تجاهل وزارة الحقاوي إغلاق المدرسة الوحيدة للأطفال الصم والبكم. العمق المغربي تناول الموضوع بمقال عنونه ب أطفال الصم والبكم بدون دراسة بسبب وزارة الحقاوي. وارتباطا دائما نوفل بموضوع إدماج الأطفال أطفال الصم والبكم في المنظومة التعليمية، كان موقع سلطانة قد أورد مقالا حول تخصيص وزارة التربية الوطنية فصل بأحد المؤسسات التعليمية بالبيضاء خاص بالأطفال الصم والبكم ينضاف إلى عدد قليل فقط من الأقسام المدمجة. نعم شقين، هل يمكن أن تعمم هذه التجربة أولا؟ أعتقد السي نوفل أن التربية والتعليم ديال فئة الصم هي تربية تدخل في إطار ما يسمى بالتربية الخاصة. التربية الخاصة. والإعاقة إلا بغيتي تنجح فيها خاص التخصص. ملي كتشمل ملي كتخدم في مجموعة ديال الإعاقات مختلفة ما عمرك تحقق الأهداف المرجوة. لهذا أنا كنحبذ أن التربية الخاصة بالنسبة للإعاقة الثقيلة تكون في المراكز المتخصصة. لأن هناك واحد فريق يتحدث عن التربية الدامجة، حنا مع التربية الدامجة بشرط تكون في الإعاقة الخفيفة والمتوسطة، ولكن بالنسبة للإعاقة الثقيلة القانون 1397 قانون الإطار 1397 أشار إلى أن المراكز المتخصصة غادا تبقى شريطه ان تكون لها واحد القنطره بينها وبين المراكز الاقسام الدمج المدرسي ديال الاعاقه الاخرى الخفيفه. نقطه اخرى كوثر يعني تحدثت قبل قليل على عدد من المواقع وكانهم اتفقوا فيما بينهم على العنوان وزاره الحقاوي وزاره الحقاوي. الم يثر ذلك مثلا معالي الوزيره بسيمه الحقاوي او حتى طاقم العمل الذي يرافقها وايضا كان وزاره التربيه الوطنيه اصلا غير معنيه بهذا هما مقل هذه الاشكاليه التي تحدثنا عنها قبل قليل على مستوى التبعيه القانونيه وغيرها، الم يثرهم لكي يتواصلوا معكم مثلا بعد هذه العناوين التي تشير لهم يعني وتحملهم المسؤوليه؟ ماشي لا اعتقد ان الاشكال اللي وقع دابا في المؤسسات الرعايه الاجتماعيه هو سببه عدم تحويل اشطر الدعم ديال سنه 2017 اللي انتهت السنه المدنيه مالية. والسبب هو على حسب المناب الاعلاميه وما طلعنا عليه من الجرائد وداك الشيء، هناك واحد السبب داخل بين الوزاره ومدير التعاون الوطني، كان هناك صراع ما عرفناش الطبيعه ديالو، وكان تم سحب صلاحيات ديال التوقيع ديال المدير التعاون الوطني السابق، وهذيك التوقيع اللي تسحب المدير السابق دون مراعاه المصلحه الفضلى ديال المؤسسات جعل ان الملفات اللي توقعت من بعد سحب ذاك الصلاحيه تحلت على وزاره الماليه، ومني تحلت على وزاره الماليه قالت كتسيد ما بقاش عنده الصلاحيه ديال التوقيع، وتم تجميد هذاك الملفات على حسب العلم ديالنا والمعلومات اللي وصلتنا اكثر من 36 جمعيه. هذيك 36 جمعيه هي كتخلص دابا الثمن ديال هذا التماطل، ومؤخرا الدليل على هذا الشيء هو تل 31 في شهر 8/2018 عاد وزاره التضامن صدرت قرار بتعيين مدير مؤقت وعطاته ديك الصلاحيات ديال التوقيع، ولكن كتعرف ملي كيصدر قرار وزاري خاص جريده رسميه خاص نصوص تنظيميه، وهذا هو اللي كنتسينوا دابا حقيقه. دابا الحل المشكله كيتحل دابا، الاشطر غادا توصل للمؤسسات، غير هو انا كننبه ان ما يمكنش دابا يدوزوا الشطر الاول، مادام السنه الماليه سالات خص الوزاره تحمل مسؤوليتها ودوز المبلغ ديال جميع الاشطر، لان ما بقاش بما فيها ديال 2017 2017 خاصها تسالى حيت سالات سنه 2017، دابا حنا في 2018 اللجنه جالسه كتعكف على دراسه الملفات ديال سنه 2018، ونتمناو وهذا هو النداء اللي كنقولوا كمؤسسات وكعاملين ميدانيين، كنتمناو ان وزاره التضامن هذه المهزله اللي وقعت ما تتكررش وتبدا تدوز المنح الاشطر ديالها، الشطر الاول يدوز في بدايه السنه الدراسيه والشطر الثاني ما يتجاوزش شهر يونيو 2000 من السنه، لان الا بقى حتى شهر 8 9
ما كيعطيش النتيجه ديالها. لن يعطي نتيجه. وسنشاهد ايضا بعض الموظفين الذين يكررون نفس الكلام ويقولون حتى وان كان هناك الدعم فان كنا كنتخلصوا في نص الشهر، يعني كيدوز الشهر ديال الخلاص ولكن كيتعطل حتى الاداء. لا. وهذا امر يعني مخجل صراحه. عوده اليك كوثر. من المواقع الإلكترونية القليلة كما قلت التي تناولت الموضوع نوفل أيضا، موقع صوت ألترا الذي أورد مقالا في نفس الموضوع عاب فيه على وزارة التعليم عدم اهتمامها بهذه الفئة. المقال يتضمن حوارات مع هؤلاء الأطفال أجراها الموقع بمساعدة أساتذة متخصصين. عبر فيها الأطفال الصم والبكم عن رفضهم للإقصاء الذي يعيشونه داخل المجتمع. ولدي نوفل على سبيل المقارنة فيديو، وهو لأحد المدارس المهتمة بفئة الصم والبكم بفرنسا، وذلك فقط أخذ العبرة يعني من بلدان قطعت أشواطا كبيرة نوفل في مجال تدريس هؤلاء الأطفال أطفال الصم والبكم. لنشاهد مقطع من هذا الفيديو. في هذا القسم حيث يتم التدريس بلغتين، لغة الإشارة واللغة الفرنسية، المعلم هو مهندس معماري. المعلمة الحاصلة على الشهادة التي تعمل هنا منذ البداية حامل، لذا كانوا يبحثون عن بديل لها. وبالفعل إنه من الصعب حقا أن تجد معلمين لديهم شخصية تتكيف مع الأقسام المعتمدة على نظام ثنائي اللغة، إذ يجب معرفة لغة الإشارة وأن تكون حامل شهادة دراسات عليا. ومع ذلك فإن قانونا صادرا سنة 2005 يعترف بلغة الإشارة كلغة قائمة بذاتها ويسمح للأطفال بتلقي التعليم بلغة الإشارة. تظهر أقسام ثنائية اللغة بفضل جهود الآباء، ولكن لا يزال عدد المعلمين السم قليلا جدا. يعني اسمحي لي كوثر سأعود إليك. سي يوسف، شفنا نموذج ولكن شاهدنا في الروبورتاج ايضا يعني المؤسسه ما مقصراش من هذه الناحيه، كاينين اطر ما شاء الله مكونين، كاين تفاعل من التلاميذ، عندهم الانشطه ديالهم، عندهم مقاعد محترمه، عندهم مقاعات للدراسه، يعني فيها كل الامور متوفره ما شاء الله. الحمد لله. تنشكروا السيد كمال مدير المؤسسه على الاهتمام اللي تيهتمنا بالاطفال ديالنا بالوليدات ديالنا. المشكل اللي كاين كيف ما قلت لك في الاول ما كاينش في المؤسسه، كاين في الناس المسؤولين. هما اللي خصهم يديروا لنا واحد استراتيجيه لوليداتنا، هما اللي خصهم يفكروا لنا المستقبل ديال وليداتنا. اما بالنسبه للمؤسسه راه الحمد لله راه دايره الدور ديالها، حيت انا كون ما كانش المؤسسه ديال منى للصم والبكم ولدي انا ما غنعرفش نتفاهم معاه، ما غاديش يولي يعرف يكتب سميتو، ما غيعرفش مثلا يحسب من واحد حتى ل 100، ما غيكونش تيعرف يقرا القران، ما غيعرفش الصلاه، يعني بزاف ديال الامور اللي بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى وهاد الناس هادو اللي تيسهروا على العمل ديالهم. وليداتنا، حيت ديما غنهضر باسم الجمع، وليداتنا اللي هما اصم وصلوا لواحد المرحله الضوء، لا ماشي واحد شويه ديال الضوء اللي بان لهم في الحياه، يعني ملي بان لهم شويه ديال الضوء في ديك الحياه ما نجوش نقطعوه، حيت الا قطعناه راه غتقطعني انا وغتقطع بوت الاخر وموت الاخرى والاباء والامهات كل ديال الصم والبكم غادي تقطعوا. أنا دابا من هاد من هاد من هاد الكرسي هذا تنطالب الناس المسؤولين باش يشوفوا في هاد الوليدات. حنا راه ما تنطالبوا بتا شي حاجة. أنا راه ما تنطالب بتا شي حاجة. الآباء ديال الأولياء ديال الأبناء والأمهات راه ما تيطالبوا بتا شي حاجة. أنا ما غنقول لا باغي لا كريمة لا والو، أنا باغي ولدي يعيش. أنا دابا هو ولدي عنده 13 عام، كاين اللي عنده 17 عام، كاين اللي عنده 15 عام، تنعرف ديزامي ديالي أنا، مني أنا صغير وعندي أصدقاء ديالي ما تيدويوش، يعني عندي الحركات ديال الصم، ولكن كاين أب وأم اللي ما عمرها عاشت هذه الحالة هذه، باش غتعامل مع ولدها؟ أنا تنطالب هاد الناس هادو يشوفوا في وليداتنا، إلا ما كانوش غيشوفوا فيهم، يقولوا لنا راه ماشي مغاربة، ونقلبوا عليهم على الجنسية ديالهم. لا لا لا، إن شاء الله غادي يكون هناك اهتمام، وكما قال السي كمال أنه يعني الأمور بدأت بتحلحل نوعاً ما، وبإذن الله تكون نتائج إيجابية. كوثر، يعني كالعادة سنعود أيضاً لبعض التفاعلات اللي كانت من السادة المشاهدين متابعين أخبار الناس عبر الفضاء الأزرق لعدد من المواضيع التي تطرق لها البرنامج في حلقات السابقة. اليوم معرفتش موضوع اخترتي. اخترت حلقة أميمة لما شهدته من تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي نوفل. الحلقة عرفت يعني أكثر من تقريبا ما يقارب 5000 تعليق، حيث كما قلت حلقة أميمة المشتكية الأولى بعد صدور قانون تحرش. البعض نوفل في تعليق انتقد تصرف أميمة، منهم من ذهب للأسف إلى حد السخرية، لكن بعض التعاليق الأخرى هناك يعني من أثنى على الخطوة الجريئة التي قامت بها أميمة، وهذه بعض من هذه التعاليق نوفل. نعم، يعني انقسام على مستوى الرأي العام،
ولكن أعتقد أن الإناث يساندون أميمة والفئة غالبية الذكور ربما يتحفظون أو قد يسخرون للأسف في بعض الأحيان. طبعا أنا مع جدا يعني الخطوة التي قامت بها أميمة، يعني خطوة في محلها طبعا، وأنا أدعو من هذا المنبر كل فتاة تعرضت للتحرش أن تقوم بما قامت به أميمة. وأنا أوافقك الرأي وأبصم لك بالعشرة، لأنه كما قرأت يعني بعض المقتطفات، اللباس المرأة لا يمنحك الحق للتحرش بها، هي حرة في اختياراتها ولديها أسرتها ولديها شخصيتها الخاصة بها، وبإمكانها أن تلبس ما تريد في إطار الحرية الشخصية طبعا. أما أنت فلديك لسانك، عليك أن تصونه. شكرا لك كوثر. شكرا نوفل، إلى الغد إن شاء الله بإذن الله. حتى بعض الأحيان يتطور الأمر إلى تحرش جسدي أكثر منه لفظي. فنعود لنفس الموضوع قبل أن نذهب لفقرة مع عصام. سيوسف أراد أن يتحدث عن المستقبل ووصف ما وصل إليه أبناء الأسر التي لديها يعني أطفال يعانون من الصم، أنهم وصلوا لشعاع بسيط من النور. كيف يمكن أن يكتمل ونحن أمام معضلة حقيقية جدا، ألا وهي أنه وحتى بتواجد مؤسسة منى وتواجد مؤسسات أخرى تنتشر في التراب الوطني من طنجة للقويرة، هؤلاء يتمدرسون إلى الصف السادس الابتدائي، يعني ماذا بعد؟ هذه أعتقد سينوفل لأنها إشكالية كبيرة وهيكلية بخصوص الصم والبكم في المغرب، بحكم أن التعليم ديالهم مازال ما دخلش في التربية النظامية، لأنه خل مؤسسة الرعاية الاجتماعية المتواجدة في ربوع المملكة اللي كتواجد في المدن الكبرى، ما كندويوش على المغرب الأقصى اللي مؤسسة ما تواجداش والمعاقين مهمشون بواحد الشكل كبير، وكاين اللي كيضطر ينتقل للمدن الأخرى باش يسكن ويستافد من الخدمات ديال ديك المؤسسات. بالفعل أن التعليم ديالهم ما كيوصل حتى للسادس ابتدائي، لكن للأسف هناك مؤسسات ديال الصم في المغرب اللي استفدت من واحد اتفاقية الشراكة مع وزارة التربية الوطنية، وكيدوزوا الامتحان الاجتهادي في اطار تكييف الاختبارات، وهذا تكييف الاختبارات عندنا فيه تحفظ لان واش هذاك التكييف مؤسساتي واش متوافقين عليه المغاربه، وكاين هل يسري على جميع المؤسسات؟ ما كيسريش على جميع المؤسسات. ماذا التمييز؟ لدينا مراسلات ان وزاره الوطنيه كتقول لك بان عندها اتفاقيه نموذجيه مع مؤسسه للصم في المغرب اللي هي مؤسسه لها اسماء للصم بالمغرب ونحترمها وناس ديال اصدقاء ديالنا، علاش ما تكونش ديك الاتفاقيه معممه على جميع المؤسسات الصم بالمغرب باش نستافدوا؟ علاش ان هذه المؤسسات كاين اللي عندها الاطر كل هذه الوزاره الوطنيه والمؤسسات الاخرى الاطر ديالها مستخدمه من طرف الجمعيات؟ بغينا نعرفوا التمييز علاش؟ شو السبب ديالو؟ واش كاين شي حوايج اللي ما حنا ما فاهميناش اشرحوا علينا؟ دونك هذا هو السبب. دونك المعاق هنا نتحدث عن مشكله في التواصل فيما بينكم، يعني علاش ما كتواصلوش من دفتر التحملات الذي وضع الى المناهج الى التكييف ديالها؟ لماذا لا يكون هناك مثلا مائده مستديره وتناقشون؟ انتم تتحدثون عن مستقبل فئه اجتماعيه من المغاربه اللي كتهم الجميع صراحه، وهناك يعني مؤسسات يعني اقيمت من اجل هذا الشان، وهناك ايضا مؤسسات لديها الوصايه والرعايه على هؤلاء، وبالتالي يعني لابد ان تقوم بدورها. سي نوفل غادي نعطيك تاكيد على ان هناك شيء ما ماشي في محله، ماشي هو هذاك. مؤخرا صدر واحد التقرير حول الهندسه المنهجيه الدامجه للمعاقين من طرف وزاره التربيه الوطنيه، وانا تيليشارجيته من الموقع ديال الوزاره، ودرست وصبت بان هناك لجنه ما عرفناش شكون هما هاد الناس اللي كيعكفوا على هذا الشيء بدون احترام المقاربه التشاركيه. حقيقه احنا نحترم الاكاديميين الناس الجامعيين في بلوره المشاريع البيداغوجيه والبسيكوبيداغوجيه، ولكن انتم في الميدان، الى ما كانش الميدان احتكاك يومي مع الطلبه يعني إذن ادرى باحتياجاتهم وادرى ب اسمح لي على المقاطعه، غنرجع لك والاشكال اللي كنعانيه بزاف دابا حاليا، غنرجع لك ايضا ونرجع للسي يوسف. ولكن مشاهدينا الكرام وصلنا الان لفقره مع عصام. وينضم إلينا الآن الزميل عصام العباري من مدينة سلا للحديث حول سوق للحرف التقليدية. عصام أهلا بك ولك الكلمة. أهلا وسهلا بك نوفل وبالمشاهدين الكرام في فقرة مع عصام. اليوم كنتواجدوا في قرية الصناع التقليديين بمنطقة الوجة بمدينة سلا باش نتعرفوا على أخبار الحرفيين وكيفاش مازال كيقاوموا المنافسة الشرسة ديال المنتجات المستوردة. بقوا معنا لمزيد من التفاصيل في هذه الجولة. ها
السلام عليكم معلم، إلا قلت لك كيفاش كديروا نتوما كمعلمين كحصون تقليديين باش أنكم كتقاوموا شي شوية المنافسة اللي ولات عندكم مع المنتوجات سواء الصينية أو التركية؟ المنافسة في هاد العشر سنوات الأخيرة منافسة قوية بين المنتوج الصيني اللي كيدخل دابا بالنسبة للبورسولين ولا بالنسبة حتى هاد الشيء ديال لي جار اللي ولا كيدخل دابا دون بلاستيك بالالوان بهذا، هذه منافسه حنا كنقاوموها بالمجهودات ديالنا، كنقاوموها بالحب المهنه ديالنا، كنقاوموا اي منافسه دائما كاين الجد، يعني ملي كتدور في السوق الفخار والسوق الخازف كتلقى دائما الالوان في الالوان الجديد. في بالنسبه للطاجين دابا الطاجين تطور حتى في 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 الشكل ديالو، تطور حتى في بالنسبه للزخرفه ديالو، تطور حتى مابقاش داك الطاجين اللي كنا كنعرفوا، طاجين كان لون واحد، كان الطاجين ثقيل، دابا الطاجين خفاف ولا في المستوى على من ناحيه الزواق ولا من ناحيه حتى الشكل ديالو. الحاج السلام عليكم، شحال من عام وانت مازال وانت كتخدم في هذه الخدمه هذه؟ 60 عام تخدم، 65 عام في الصناعه. باقي الاقبال على هذا على هذه الصناعه هذه؟ غير بالطلب، الخدمه ديالي دابا حيت اوريجينال غير بالطلب سور كوموند، حيت حاجه متقونه وداك الشيء حاجه اللي ما كايناش في العالم تصيبها هنايا، الكرياسيون ديالي الاختراع ديالي وعاد الطلب. في ما كان شي واحد شي انجينير ولا شي واحد عنده شي فكره صعيبه تيجيبها ليا تنصيبها، باذن الله ربي تيعاوني تنصيبها اي موديل. المعلم الا سولتك واش هاد الحفه هادي ممكن على انه يختاروها الشباب ديال اليوم ويقدر انه يدير بها المستقبل ديالو؟ معلوم اذا كانوا تيصبروا عندهم الصبر، اذا كان الانسان تيصبر على العمل باش يدرك واحد الحاجه تيخصو يدرك الخير من عند الله، ربي اللي غادي يعاونو اذا كان صبار، ربي غادي يعاونو كما صبرنا حنا خصو حتى ما يصبروا هما، ما تيصبروش تيخصهم الفلوس اول خطره، باقي خصو يتعلم تيقول لك تعطيني في النهار وما نخليش بلاش، انا لازم ما ندور معاه وندير معاه جامع المسؤوليه باش نعلمو في سبيل الله. معلم واش مازال عندكم شي اقبال في هاد الصناعه هذه؟ مازال على الاقبال شي شويه؟ وا سيدي شنقول الاقبال شويه ولا قليل، ما بقاش كما كان. بالنسبه للاثمنه، الاثمنه ديال الحديد زادت علينا حنا بالنسبه لليد العامل الصناعي، ما بقاش يخدم ولا تقريبا، يعني ولا تيصور النهار ديالو واحد المشقه شي شويه، ما مش على ديك كان شويه ديال البركه، وكان الانسان تيتحرك وتي يعني بخير مزيان. ما قدرتوش تجمعوا في تعاونيات ولا في جمعيات وتقدروا انكم تاخذوا شي دعم من الدوله؟ بالنسبه لي انا ما عمري انخرجت، وكنت ديجا متطوع في واحد ليكول ديال السيرك، وبالنسبه ما عمري زعما كاينه تهضروا معايا في هذا الموضوع هذا وبالاخص مع شكون هما الكليان اللي كيجيو عندكم؟ واش المغاربه ولا الاجانب؟ شغنك عندك تقريبا بهاد المده ديال الصيف مناسبات تيكونوا اجانب، تيكونوا شي شويه تكون قضيه محركه شي شويه مع اجانب، وفي السنه كامله تقريبا مع المغاربه ديالنا هما اللي تاهما ولا تيديروا الدومينات في الدار ديالهم في الرياضات البلديه. نوفل، الصناعه التقليديه هي ثقافتنا، هي حضارتنا، هي العادات والتقاليد ديالنا، وبالتالي خاصنا نشجعوا هذا النوع من الصناعات التقليديه، اولا بالشراء ديالها، ثانيا بالدعم ديال هاد الحرفيين، وكذلك بولوج مجموعه من الشباب لهذه الحرف هذه باش على انها تبقى نبقاو محافظين على هذا التراث. كان معكم عصام العباري من منطقه الوجه بمدينه سالا. شكرا جزيلا لك عصام، نلتقيك يوم غد باذن الله بموضوع جديد. ومن عصام الى فقره الرساله، حيث سيتطرق اليوم الزميل يسري المراكشي ورفاقه لظاهرة رمي الأزبال في الشارع، فيا ترى كيف تفاعل الناس مع هذا المشهد الذي ربما مشهد مستغرب؟ نتابع. مرحبا بكم مشاهدينا، في جموعة الأوقات كنشوفوا بعض السلوكات في الشارع اللي ما يمكنش يتقبلها الإنسان. اليوم غنشوفوا سلوك ديال الشاب اللي كيرمي الأزبال في الشارع أمام المارة،
نشوفوا كيفاش كانت ردة فعل ديال الناس. دابا نجي عندك دابا مشكلة صاحبي. أنا نعاود نعيط لك، أصافي أنا نعاود نعيط لك أصافي. حيد لي. جاي عندك خويا دابا حيد. أنا جاي دابا دابا. دابا ما يصدق شي واحد تما ولا شي حاجه. خلي يصدق شوما. علاش لا ما كيرش ليه الا صدق شي شي واحد. ادي الله يهديك الله صاحبي. هذيك الله حيد عليا هذيك الله صاحبي. تقدر لنا هادشي ديال والو شوما. علاش الحاج شوما شنو اللي حشوم بنان يمشي يصدق شي حاجه. أنا حر أخويا اللي عاود يقول لك حر. ماشي حر ولا حر هي هذه بحر. شنو دابا السيد اش درت؟ هو السيد بغى يدير بغى ولا ولا لا ولا كاين بلاتي بلاتي الحاجة. الله يخليك. لا ما تجمعيش لي الزبل ديالي. الله يخليك يلاه غا بلاتي غا بلاتي. شي واحد يزلق يتهرس راه غادي يدير. أنا مالي واش أنا ماشي حر ندير اللي بغيت؟ لا هذه بلاد خصك تكون نظيفة يا بلادي. ولكن ما درت حتى شي حاجة اللي تخرق القانون. اطلق راه الله يستر غادي يمشي توقع عليه المراجعه قضاء وقضاء. لا نو 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 زعما انا ماشي نو. معك انا تميلي. انتي اول وحده كتدخل وانك تمنعي انسان اللي يمثل معنا يلوح الزبل في الشارع. كيفاش جاك هذا السلوك؟ السلوك ما عجبنيش. خصنا نشرميوه. لا واش ديال الولاد اللي كيديو المدرسه كيديو سكرهم حتى الدار يلوحوا. ردت فعلك انك وقفتي وواجهتي قلتي لي ديما مزيانش لوح الزبل ما خصكش لوح الزبل. يعني شفنا بزاف ديال الناس اللي دازوا ما عاروش اهتمام لهذا السلوك هذا. ما كيفكروش الناس اخرين اللي غادي يدوزوا. ما كيفكروش البلادهم اللي خصها تكون نقيه. ما كيفكروش. كنشكرك على التدخل ديالك. الاخ ممثل وهذا السلوك كنشوفوا ردت فعل الناس في حالات اجتماعيه وفي سلوكات ديال الناس. علاش دخلتي في هذا السلوك هذا؟ لان كنشوف ماشي مساله ماشي منطقيه ان واحد غادي يلوح الزبل وواحد غادي يدوز غادي يستق زالق على راسه. اش غديروا ليه مسكين؟ نضربك انت. شفناك دخلتي وقفتي وبغيتي تتكلم معاه. ولا غادي يبقى فيها هذاك السيد اللي غادي يجي يشطب من وراه ولا غادي يبقى فيها هادشي اللي علاش زعما تخاف من السلوك. خاصك لو السيد اللي غيصلك السلوك غير يمكنش يكون ما خصوش يكون. لا انا بنادم واعي وقاري ولابس مزيان وزعما خصوش يحس بالسلوك. دابا كتشوف شكرا عرقت والله الا عرقت. شفنا التدخل ديالك كان المهم التدخل ما باش يمشي هو هذا عفوي وصافي. ومعنا يوسف الزاهر الممثل اللي لعب معنا الدور ديال الشاب اللي دار سلوك سيء اللي كيرمي الازبال في الشارع. كيفاش كانت ردت فعل الناس يوسف؟ تجربه توعويه جديده. كانت ردود فعل ايجابيه كبيره. الناس ما تعجبهاش الحال. الناس تدخل بايجابيه كاين اللي تحيد الزبال الناس اللي تنصحني وكاين الناس اللي ما تدير ادنى حركه. شكرا يوسف. مرحبا. شكرا يسري. شكرا يوسف الزاهر. فقرة الرسالة انتهت وفيها دروس وعبر كثيرة. سي كمال قبل ما نختم معك نتمنى كما الناس بعض الناس راعوا أن يكون هناك نقاء في الشارع أن يكون هناك نوعا ما نقاء في القلوب ونقاء في العقول من أجل مصلحة فئة مجتمعية يتعلق الأمر بالصوم. حقيقة هذا ما نطمح إليه هو أن هاد المسؤولين كيفما كان نوعه كما صراحة صاحب الجلالة اللي قد على المسؤولية يستمر ويخدم الوطن ديالو اللي ما قادش يقدم استقالته ويشوف بديل. احنا بالنسبة لنا كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى أن القطاعات الحكومية المعنية وعلى أصول وزارة التضامن وزارة الوطنية
انهم يعيروا الاهتمام لهذه فئه الصم والبكم ويوفروا لهم الدراسه ديالهم جمعت جميع الاسلاك التعليميه بما في ذلك السلك الاعدادي والثانوي. وقبل ما نختم بغيت نشير واحد النقطه مهمه، وان في ولايه الدار البيضاء الكبرى تم تخصيص واحد المؤسسه عمومية لفائدة المؤسسة باش تخلق السلك الإعدادي، ولحد الآن ما خرجش المشروع الوجود. والمؤسسة سميتها مدرسة الزراوي بعمالة أنفا، والولاية مشرفة على الملف. ونتمنى تسريع المسطرة الخاصة بإنشاء هذه المدرسة، لأنه غيكون حلم يتحقق لأنس ورفاقه. سي محمد يعني سي يوسف، آخر رسالة آخر رسالة اللي غادي نقولها ونوجهها للناس المسؤولين على هذا القطاع، هما ما يقصوش المعاق، لا للأقصى. هذه هي الكلمة اللي غادي نقول. شكرا 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 سي يوسف حينات، ولي أمر الطالب أنس في مؤسسة مناسي كمان. شكرا جزيلا لك مدير إداري وتربوي أيضا في مؤسسة منى للأطفال الصم. الشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. لكم مني من طاقم عمل أخبار الناس أجمل تحية، وتذكروا حيث يسود الصمت يحلو لنا الحديث. إلى اللقاء. جيني للخير مخلينيك عشايا، جيني شطار راه شراك يبان، المغربي أصيل وممول في سعايا، عالكرمة والأمان يبحث الإنسان. جيني للخير تخلينيك عشايا، جيني شطار راه شراك يبان.